المهني. هذا فيما خص تكون المهني السيد رئيس الحكومه يعني هذا الورش يوليه جلاله الملك يعني واحد الاهميه واحد العنايه كبيره. صحيح. كانت هناك مهله ملكيه من 3 أسابيع تمت الموافقه على تمديد هذه المهله إلى مهلة جديدة وقصيرة. يقول كثير من المتابعين بأن هذا دليل على أن الحكومة لم يكن لها تصور فيما يخص هذا الورش وعدت الآن كتشتغل، وهذا ربما دليل على أنها تأخر ديالها. بالعكس استراتيجية مفترض عندما كان جلالة الملك مثلا طلب التصور يكون مفترض واجد. لا، هو جلالة الملك طلب التصور في واحد الاتجاه معين، يعني فيه عدد من المهن اللي بغى جلالة الملك يعطيها اهتمام اكبر، وحنا باش نديروا الجوده في هاد المسائل كان لابد من دراسه. اما هو التكوين المهني عنده استراتيجيه الوطنيه للتكوين المهني اللي يخدم بها التكوين المهني، وسواء كان العام او كان الخاص، ودابا يتعزز بهاد الاوراش التي طلب بها جلالة الملك واللي حنا بصدد الاشتغال عليها. والتكوين المهني كما قلت تعطينا اهتمام كبير عن طريق منحة التكوين المهني، لأن هي غير مسبوقة ومهمة جدا، وغادي نرفعو نعملو باش نرفعو الجودة ديالو في المستقبل إن شاء الله.